اوه نايس، شكل الفاير باس الجديد يعني واو، شي باللوز، تغييرات حلوة، وفي اضافات على حسب الليفل، شي واو صراحة. سو حبيبي الكرام، تغييرات الالوان، ثلاث الوان للسكين الفاير باس. طبعا هذا تغير كتير اسطوري لفاير باس. سو بس قبل كل شيء يا اساطير، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. اليوم جيناكم مقطع جديد حبيبي الكرام. مقطعنا اليوم شاب، هو المقطع للسنة 2023. اتمنى للجميع ان تكون ان شاء الله باذن الله تعالى سنة خير للجميع، وكل التوفيق لكم ولجميع اقربائكم ولجميع الكل ولوز اللوز حبيبي الكرام. اوكي خلينا نركز شوي. هلا هون معلم بالهذا الفاير باس صراحه، يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم، اشكال غريبه عجيبه. اوكي تغيرات موجوده، حتى 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 ركزوا معي، كيف هون السعر غير. يعني بالعادة كنا نجيبه ب 600 جوهرة، هلا صار ب 800 جوهرة، لا 300 جوهرة عفوا، للشحن العادي، 800 جوهرة جوهرة اللي بيعطينا اضافات بالباجات والى اخره. اوكي حبيبي كرام، اوكي نشوف اليوم يا معلم هذا الفاير باس. طبعا راح نجيب ابو ال 800 اوكي عشان نحصل يعني على الاضافات هذول. اوكي فهون في تغيرات يعني مخصص تخصص هون. اها هذا هو. اوكي حتى له تاثيرات الحصول على البي. اوكي البي يعني هم اوه حتى هم في ثلجة، نايس. صراحة الفاير باس باللوس يا طيبين، الفاير باس هذا نايس. اوكي هون في ترقية، طول بالكم هون عنا حتى السكنات. بالمسكين البنت الشباب عملوا بس سكن واحد ما في عليه كاستم. اوكي سكن الثاني هون في عنا الحقيبة. اوكي طول بالكم طول بالكم، خلينا اول شيء نعمل ترقية. لكن تفتح الحصري، فتح فورا 150 مكافأة، 150 مكافأة. اوكي مفتوحة مفتوحة واحد مرة، تهني الحصول نايس. السلام حلو حلو. اوكي تمام. طبعا اول شيء هون الشيء اللي فهم. اوكي بس اطول بس ما فتح. شو هذا؟ اوه يعطوك تختار، نقدر نختار مرافق مجانا، اي مرافق تختار يعني ببلوش. حلو والله، ده ما كان عندي اياه. حلو تمام، هيك اول شيء فيري بلوس. هون عندنا سلاح جديد، سلاح ول حتى فيه سمات. ها لا لا هذا هذا لا، معدل اطلاق النار واثنين دقه سبع ايام. اوكي راح نعمل التزويد. لا هذا حلو، هذا فاير باس هذا صراحه نايس. اوكي خلينا نشوف معلم بالاشياء. طبعا هون عندنا هذه الاشياء، وهون عم بيعطينا معلم زياده ايام، زاد الايام. حلو وخلينا نعمل هون، هون كمان بيعطينا 10 ايام. ما نقدر نقدر، اصبر شوي، خلينا نعمل كليم لكل الاشياء الموجوده. اعطونا هون. اوكي اعطونا هالاشياء هون. العجله هي دراجه، نايس نايس. حلو البانر، ما بانر هذا البانر صراحة يعني والله هذا الفاير باس حلو عن جد، يعني تغيرات. اوكي هون اعطانا التكملة تاع السلاح. هون عندنا اللوت بوكس، اللوت بوكس شو مكتوب؟ مواها ركزوا معي هون رفرجيكم. هون مثل ما مو بيبي تصوير، شوف 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 مواها ضحكة حبيبي والله. اوكي حلو، نكمل نشوف نكمل هون شو اعطونا. اوكي هون عندنا بيعطينا حزمة توكن سلاح اوفو، ديك 6 هذا يعني اين عم يفتح؟ اها البانر والافاتار، يا سلام افاتار حلو. اوكي نكمل هون. سكين البنت، حلو هاي مس الكتروني، نايس نايس والله نايس. اوكي نخلي سكين البنت على جنب شوي، بعدين نفتحه. وهون زاد لنا 3% حزمه التوكن هاي معلم، شوفوا اعطونا. نختار اي شيء بدنا اياه، ما في مشكله نختار اي شيء. تمام هذا نخليه على جنب. اوكي تمام، هلا هون الليفل تاعنا الشيء اللي فهمته وصل 60 يب لا هون 56، شايفين هون موصلين. تمام الان اذا ناخذ اللي هي الاكس بي. اوكي هون اكس بي عم يعطونا هون كليم اول. قد ارسل لك هديه، اتصلت على بي اكس بي. اوكي حصلنا على الاكس بي يعني هيك. طبعا من هون يعني تغيروا البويا صارت يعني. اوكي خلينا نعمل نزيد هي الاكس بي. تمام على غير بادجت، ما عاد في بادجت الشيء اللي فهمته طبعا. اوكي هون صار عندنا الاكس بي 100. نقدر هون الان نشتري مثلا اكس بي. اوكي طبعا 50 حزمه المستوى. اوكي
ماشي حلو. نقدر هون يا طيبين نعمل خصم، عندك الكوبن تقدر تعمل خصم. اوه هي هو نا لا 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 شو طبعا هون شباب اذا مشتريه رح يعطينا كثير مكافات، 50 حسبه مستوى. اوكي كده اشتري حسب مستوى تصحيح البويا، نجرب نشتري نشوف. اوكي فتحنا هاي حسبه 50 مستوى. هي 50 باتش يعني فيها 50 مستوى لما بنفتحها. اها فتحنا 50 مستوى الان. حلو طبعا وين كنا نحن، نجي لهون. انا يا جماعه بهذا الوقت قاعد عم بستكشف، يعني بنستكشف مع بعض صراحه هون. اوكي هاي الخريطه هون. اوكي هون المستويات. طب هون بعد ما يمكن افتح المتبادل بزيد من العناصر. يعني مستوى 100 وفوق بيعطونا اشياء زياده. اوه حلو تمام، يعني لازم نوصل. اوكي هون لا والله وصلنا للمستوى المكافات المتكرره. اوكي هون هاي شو هاي ذهب، نطلع لورا شوي. اوكي واحده واحده شوي. واحده واحده نشوف نشوف الاشياء اللي عندنا، نشوف الاشياء اللي عندنا. تمام نشوف مستوى مستوى. طيب احنا موصلين هلا مستوى المستوى له، وصلنا المستوى الاخير. نحن كل شيء صار عندنا هون عم بيعمل. اوكي خلينا نعمل ليمو والمعلم، نعمل كل شيء حصول على كل شيء. اوكي عشان نشوف مع بعض شو راح يعطونا هون. تمام اوكي اوكي ذهب وذهب. اوكي هون السكين تمام، هون زاد لنا هي القنبله. نايس قنبله حلوه كمان، عمل لها تزويد هون. نايس قنبله جم. اوكي هذول ما نعمل فتحتهم ما يوجعونا راسنا. اوه ثلاجه ثلاجه نايس. وهون شو هاي صندوق اختيار توكن كتاب شي. اوكي تشعبي هذا. اوكي حسنا حسنا. اها اي حقيبه الحقيبه راح نعملها تزويد عشان نجربها بنفس الوقت. نايس نايس. اها هذا السكين. اها هذا السكين الشاب يبي يتخصص. اوكي حسنا حسنا نايس. اوكي اوكي طبعا هون لما نجي على البروفايل اعطانا 106 الليفل، ليفل 106 تمام، ليفل 106 يعطينا هون. طبعا هون اول ما ندخل هون على الجوائز هون على اليمين عم يعطونا هون الجوائز البراي البي الفري اوكي البرايموم البريميوم بريميوم. اوكي هون من ليفل 1 لل 50 دول جوائز الكثيره. احنا وصلنا لتقريبا ليفل 106. طب ماشي هدول هدول بس كيف رح نحصل عليهم؟ اوكي رح نعمل هيك. اوكي 50 حزمه مستوى ايوه. اوكي يعني نشتري مره ثانيه. او هون وصلنا كم ليفل كام؟ احنا موصلين ليفل كام؟ الان اللي احنا الليفل الموجود فيه احنا 106 موصلين. رح نجي لهون نشتري كمان 60 600 جوهره لنشوف شو راح يعطينا. يعطينا 50 مستوى. ياب اخذنا 50 مستوى جديد. نعمل كليم اول هذا السكين. هاي شوي يعطينا فتح الصندوق فتح البي. اوكي بعد استلام نعمل حسنا راح نشوفه مع بعض بعد شوي. حسنا حسنا حسنا. اها هاي الطاوه هاي الجميله. نعم حسنا. والثلجي صار عندنا الثلجي الثلجي هي حلو. والسكين هلا السكين اعطونا اياه دائم الان. يمكن اعطونا اياه صار عندنا دائم لانه وصلنا. اوكي تمام لان اعتقد وصلنا كل شيء، حصلنا على كل شيء راح نقدر نجرب. 156 كم ليفل الان؟ خلينا نشوف تاكد. وهي الليفل صار 156. اوكي اوكي من بعد لما نعمل هالزياده هاي عم بيعطينا بس فقط صناديق. فقط الصناديق هاي صندوق تصريح البويا الموسم. حلو اوكي طب هذا الصندوق شو كان فيه؟ خلينا ندخل نروح نشوف على الخزنه نتاكد بكل شيء حصلنا عليه. شوف شو صار عنا. نايس اوكي ملف المخبرة هون الشيء هدول عنا اياه هون صناديق. حلو هي الصناديق. اوكي هي اوه هالصناديق اللي بيطلع منها معقول؟ لا مستحيل. طولوا بالكم السكين وينه؟ هذا هو السكين. هذا سكين عادي. نفتح افتح 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 خلينا نفتح. هلا نفتح هذا السكين اول شيء الشاب تمام. قول لي صراحة حلو والله حلو. نايس تخسيس. اوكي هون شو عم بيعطينا هون؟ اها اها هي هون مسكر عنا. لازم الان نجمع التوكن اللي موجود هون عشان نقدر نفتح خصوصات تبعية السكين الفاير باس الكامل. اوكي صندوق التوكن صندوق التوكن بنحصل على كل صندوق هو 40 جوهرة. اوكي ممكن منه نحصل عليه على السكين مباشرة يطلع لنا السكين. اوكي هون في عندي شفت انه في عندي اثنين صندوق توكن بي البي بي الموسم بي بي موسم. هذا يعني ده يعني يعتبر هذا الموسم الاول للبي بي يعني زي فاير الشكل فاير باس جديد. اوكي هون في عندنا توكن ثانيين هون بيعطونا اشياء هون الافكت
نايس. اوكي خلينا نفتح هدول التسعه نشوف شو راح يعطونا. ممكن يطلع لنا السكين. اوكي بيعطونا التوكن عادي. تمام هون شوفي كمان. اوكي توكنات عاديه. نايس. والله حلو هذا الفاير باس يا شباب. والله والله يعني جد يعني هذا الاسود يعني لحاله مش جد 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 حلو صراحه حلو. تمام الان بدنا نجيب هذا السنه دقيقه عشان نقدر نجيب الوضع. خلينا نجيب 600 جوهر للحزم. جيب 50 جيب 50 مستوى جديد. اوكي الملف مكافات المتكرره نعمل فتح. اوكي ما اعطانا شيء. نجي لهون نفتح السنة نتاكد نشوف الصناديق. اها صار عندنا 50 صندوق نفتحهم. تمام ممكن يطلع لنا شيء سكين. ما بعرف حظي بزفت ما راح يطلع لا سكين ولا بطيخ. اوكي الان نشوف كم صار عندنا من الوضع تخصيص. اوكي هلا 157 157 127. نقدر نجيب نفتح الحزمه الجديده. هون عندنا هاي وعندنا هاي وعندنا هاي. اوه هاي حلوه هاي كمان حلوه. تمام انا هلا ما راح اعمل شيء راح افتح جهه صندوق توكن. اوكي طبعا هون مثلا هون كان بيعطينا راح نفتح من هناك ونكشف لحظه يمكن ارخص عم بيعطينا لانه يعني عمل هون شراء. لا توجد كوبونات متاحه لقد نفذ منا. اوه الكوبون هذا الكوبون وين بنجيبه كان؟ اوكي انا بعرف انه هون في كنا نقدر نشتري كوبونات الجميله هاي هون بهالمنطقه هي يمكن ما اعرف اذا حيصيروا. طبعا هون جيت لهون عم بيعطيني حزمه ال 50 مستوى. نفذت اكل عندنا بس نشتري منهم ثلاثه فقط اي حزمه خاصه. اوكي تمام نرجع نشوف السكين نجي لهون. طبعا انا ما عاد في كوبون ظاهر ما عاد فيهم كوبونات موجودات. تمام ما في مشكله رح نشتري 20 مستوى 11 مستوى ثاني لنشوف حظنا شو راح يصير. اوكي نفتح يا اخي اعطونا شي سكين ولو نفتح هذول العشره اللي عندنا نشوف ممكن ان شاء الله يطلع لنا شي سكين. ما بدنا صراحه ما بدي اضرب يعني ممكن يطلع لي السكين يروح الكوبونات على الفاضي. فهمت علي شلون؟ بس بالك لما نجي نشتري من هون ركزوا معي كيف هون بنقدر نشتري بسعر عليه تخفيض كمان يعني حسب التوكن هذول اللي عندكم اللي عندنا اياهم. اوكي رح نشتري معلش نشتري 50 نشتري 50 واحد نشوف حظنا شو راح يصير. الصناديق هذول اوكي قولي 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 بس في شغله ثانيه طيبين مالي فاهمه. ما هون في عندنا صندوق التوكن. اوكي هون عندنا صندوق التوكن هون على تصريح البويا لما نشتري صندوق التوكن هل يا ترى حيزيد على المستوى ام لا؟ انتوا عارفين شلون؟ ليك رح نجرب والله مستوانا كم مستوانا موصلنا نشوف وين مستوانا؟ 217 مستوانا فوق موجود. اوكي؟ نشوف نشتري بس صندوق نشوف هون شوف شو رح هل يا ترى رح يزيد المستوى ولا لا؟ طيب نشتري هذا العنصر اوكي نجرب. تهانينا. اوكي نجي لهون 217 ما تغير. لازم يكون الاكس بي يرتفع. هون شو هذا؟ اوكي اشتريت لنا 20 صندوق ثاني. اوكي نايس. نشوف شو هذا تغير. ما تغير. اوكي طبعا لما نشتري المستويات من هون بيعطونا مكافاه لما نشتري مستوى غير لما نشتري من الصندوق العادي. هذول مو نفس الشيء. اوكي هذاك بس للسكين المخصص اللي هو هذا. اوكي هون وصلنا معلم. تمام رح نجيبه معلم بما انه يعني حظنا بيض رح نجيب هذا. اوكي نعمل له تزويد نفس الوقت ونجيب هذا ب 150. تمام بس ولكن يعني منيح انه انا جربت هذا الشيء يعني مو شيء مهم يعني عشان تعرفوه انتم يعني الشيء اللي فهمته. بنجي لهون مع 170 معلم راحوا اشتريت زياده. اوكي بس عشان نجرب من هون لما نجي نشتري المستوى تشتري مستوى عشان يطلع بالبروفايل عندك. تمام تشتري مستوى عادي بيعطيك الصندوق هذا. اوكي بس بيزيد المستوى مو مثل ما تشتري من هناك مو نفس الشيء. لايك يعني ركزوا ركزوا منيح. اوكي حلو خلاص وصلنا المستوى تبعنا. سكين بالله صراحة سكين حلو صراحة سكين حلو. اوكي خلينا نجرب السكينات اول شيء ندخل نجرب يا اخي نجرب ضروري. فانا بعرف يمكن هذا المقطع يطول كثير بس ولكن بما انه شيء جديد يعني عشان نستكشفه مع بعض. اوكي طيبين مثل ما انتم شايفين هلا هذا السكين الاول. اوكي حلو نشوف الحقيبة نجرب الحقيبة على السريع بنفس الوقت. اوه والله الحقيبة يعني مو هذا الشيء يعني المزعج. اتس اوكي والله شكله حلو من ورا كمان. والله حتى لونه اسود هذا كمان حلو يعني خفيف خفيف كثير كثير. نايس نجرب الثاني يلا نشوف ليتس جو بوي. هذا الاصفراني
جاي والله كمان. حلوات حلوات صراحة. هذا الفاير باس حلو، بس في شيء ناقص بهذا الفاير باس شباب، تعرفوا شو هو؟ تعرفوا شو؟ شيء ناقص بهذا الفاير باس، رح خليكم انتم تكتبوا بالتعليقات صراحة يعني، لكن صار 100 على 100. اوكي هلا ولا حبيبي لا لا باللوز، لا 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 حلو، لا 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 شاب، لا 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 شاب، اللي بيقول ما حلو هذا السكين صدقني معلم مو طبيعي صراحة، عجبني. صعب سيدي السكين تبعنا هذا الجديد اللي جبناه، ونجرب هذا كمان، خلينا نجرب هذا كمان بالمناسبة، ونجرب فيه الثلج. اوكي الثلج، وين الثلج الجميلة؟ هلا هو نايس حلو، هذا نجرب هذا السكين معلم. هذول معلم عندهم ام بي 40 وكل شيء، الشباب متحمسين شكلهم. ابو شريك لا لا شيء مرتب، شيء مرتب سريع، يخرب بيته. ما معي ثلج ولو يا اخي، ما معي ثلج. السلام عليكم. وال وال ابو الشباب بليز خلوكم ريلاكس، ما معي دم بليز ابو الشباب. اي 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 حاول هذا معلم. اوكي صار قنبله بيو دمي ست لي الله دمي ست شباب. ابو شريف ابو شريف ابو شريف وينك؟ بربك لا خليك قتلني من ورا دايم. القنبله الاسطوريه. اي ما بعمل هذا. السلام عليكم معلم، جاي 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 بالاسم. والله اسطوري يا اخي. خد لك هي القنبله الاسطوريه، خد لك هي نايس. حبايبي الكرام هيك بكون انتهت حلقتنا لليوم يا اساطير، ان شاء الله استمتعتوا معنا يا احلى ناس. ليديز اند جنتلمان، مقطعنا كان اليوم صار لي فتره ما عملنا المقطع الطويل، بس ولكن سند بيستاهل هذا الفاير باس. حبايبي ان شاء الله استمتعتوا معنا. اوكي نشوفكم حلقه جديده، اتمنى لكم مره اخرى سنه سعيده للجميع ومزيد بالتوفيق للجميع. وبالمناسبه لا تنسوا تشتركوا بالقناه الجديده فتحناها شباب. اوكي اللوز، يلا يومكم سعيد، الى اللقاء.